عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا ننساش نعمل لايك ونشترك في القناة، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. ويا ريت ما ننساش اللايك والشير، وكمان ندوس على زر الجرس علشان يوصل لنا كل جديد من الفيديوهات ان شاء الله. خبرنا النهاردة بيتكلم عن اول فيديو اتحط وتم تسريبه للقبض على موني في المطار، وكمان صورة اثار يعني فيديو صغير كده اثار الدهشة لاختها سيليا وهي مع شخصية غير محبوبة بالمرة، وكمان بدون فلتر، والناس علقت على الحاجتين دولت، الشخصية اللي هي اتصورت معها او ظهرت معها في الفيديو، وكمان اللي دون عدم وجود فلتر خالص وتغيير شكلها، وخصوصا الناس علقت على انفها. هوني الاثنين سيليا ونسرين في حالة حزن شديدة جدا، وطبعا بيدعو ربنا سبحانه وتعالى انه يطلق سراحها. في ناس ضد ده، وفي ناس دفعت عن ده، وفي ناس قالت انتوا بتدافعوا عن مين، وفي ناس دفعت عنها، ومعظم الناس اجتمعت انه طبعا انت ما بتشمتش في حد، مفيش ما ينفعش الشماتة، وحاجات كتير ما تتمناهاش عدوك، وخصوصا السجن والمرض. ربنا يا رب ان شاء الله يسهل حالنا اجمعين يا رب العالمين. غلق الحساب بتاع موني الاكونت بتاعها نهائيا، ده بقرار من الدولة، وفي بعض المواقع اللي قالت ان هي اخدت 10 سنين حبس، ولكن لسه اعتقد ان ده كلام غير صحيح. راني مع هيا صافا بيتي تاع بكري ماشي تاع اليوم لا لا تاع بكري ميرسي سيليا ماشي صافي فريمون باي باي. شوف حضراتكم على الف خير يا رب في فيديو جديد وخبر جديد، واتمنى لكم كل السعاده والتوفيق من كل قلبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.